بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في نفس السنة التي سلم بها أبو عبد الله الصغير غرناطة للملك الكاثوليكي فرديناند، أي في عام 1492، أرسل فرديناند نفسه كريستوف كولومبوس في رحلة لاكتشاف العالم الجديد، أو بالأصح رحلة لإعادة اكتشاف ما سبق واكتشفه الأندلسيون من قبل. اتبع كولومبوس نفس الطريق الذي كان يتبعه البحارة المسلمون، واستخدم الخرائط والمعدات الملاحية العربية، بل إن سفينتين اثنتين من السفن الثلاثة التي أبحرت في رحلة الاستكشاف الأولى كان جل بحارتهما من الأندلسيين المسلمين، وجميع الخرائط وأدوات الملاحة وحتى السفن التي أبحرت من الميناء الأندلسي في الرحلة كانت كلها أيضا مصنوعة بإشراف الحرفيين الأندلسيين. كريستوفر كولومبوس كتب إلى الملك فرديناند وإيزابيلا عندما كان يحاول إقناعهما بتمويل رحلته الاستكشافية إلى بحر الظلمات أنه يريد أن يكتشف ممالك ومدن جديدة يضمها إلى التاج الإسباني، ويهدي شعوبها إلى الدين المسيحي، ثم يجندها فيما سماه بحرب الموت أو الحياة ضد إمبراطورية محمد. وأضاف كولومبوس أن هدفه النهائي هو استعادة القدس وسائر الأراضي المقدسة، تمهيدا لنزول مملكة الله على جبل صهيون. في هذا التصريح الموثق والمكتوب الذي يقول فيه كولومبوس بالحرف الواحد أن القدس وجبل صهيون يجب أن يتم بناءهما على أيدي المسيحيين، يكشف كولومبوس الهدف البعيد للرحلة الاستكشافية الذي هو أكبر بكثير من مجرد اكتشاف طريق بحري إلى الهند لا يمر بأراضي وبحار المسلمين في الشرق، وما هي النتيجة اليوم؟ قارة أمريكا والعالم الجديد كلها مسيحية اليوم، ما عدا الولايات المتحدة وكندا وجزر الكاريبي التي تتكلم الإنجليزية أو الفرنسية ويغلب عليها المذهب البروتستانتي. هناك 36 دولة في أمريكا اللاتينية ديانتها الكاثوليكية ولغتها الإسبانية أو البرتغالية. يعيش في أمريكا اللاتينية قرابة مليار إنسان مسيحي طوعا أو كرها، وجميعهم لا يعرف شيئا عن الإسلام لأن الأندلسيون كانوا مهتمين بالموشحات وعمارة المدن وإنتاج الحضارة المادية والفكرية، ولم يستيقظوا من سكرتهم الدنيوية إلا بعد فوات الأوان. طوال 5 قرون بعد سقوط الخلافة الأموية ونشوء ممالك الطوائف، لم يجد الأندلسيون الوقت لدعوة جيرانهم الأوروبيين للإسلام، فالأوروبيون المتخلفون بنظرهم كانوا أدنى فكريا من أن يستوعبوا شيئا في الإسلام. أسماء قرطبة وغرناطة وطليطلة صارت أسماء أقاليم ومدن ومقاطعات وجزر في الأمريكيتين، ولكنها جميعها مسيحية، وجميع الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية نشيطة في التنصير في العالم الجديد. حتى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الصغيرة جدا في دمشق، والتي يقل عدد رعاياها من السريان في الشرق الأوسط عن 500,000 نسمة، احتفلت منذ فترة قريبة بتنصير 800,000 من شعب المايا وبعض الكاثوليك السابقين في غواتيمالا وأمريكا الوسطى، ليضافوا إلى 2,000,000 من رعايا الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في إقليم مالابار في الهند والحبشة. فإذا استطاع إخوتنا السريان وهم ليس لديهم دولة ومجرد طائفة صغيرة في دولة فقيرة تمزقها الحرب هي سوريا، ونسبتهم من سكانها حوالي 1% من السكان، إذا استطاعوا أن ينشروا عقيدتهم النصرانية الأرثوذكسية ولغتهم السريانية في الهند وغواتيمالا وفي عقر دار الكاثوليك في أمريكا الوسطى، ويصلوا إلى جبال شعوب المايا الوعرة وينجحوا في ذلك، فما هو عذر المسلمين العرب اليوم؟ أين تذهب تريليونات الدولارات من عائدات النفط؟ وما هو دور الأزهر وجامعة أم القرى والكليات الإسلامية؟ وما هو اهتمام الأقمار الصناعية العربية؟
هناك دولتان كبيرتان في أمريكا الجنوبية هما البيرو وبوليفيا، توجد بهما أكثرية ساحقة من السكان الأصليين. أمنت جبال الأنديز المنيعة ملاذا آمنا للسكان الأصليين ضد المذابح الإسبانية في هذين البلدين. يشكل شعبي الكيتشوا والأيمارا والسكان المختلطين المتحدرين من هذين الشعبين حوالي 85% من سكان هذين البلدين الكبيرين اللذين تزيد مساحتهما عن مساحة شبه الجزيرة العربية بأكملها، فيما لا يشكل المهاجرون الأوروبيون وغالبيتهم من الإسبان ويعيشون في المدن الكبرى فقط سوى 15% فقط. السكان الأصليون لبيرو وبوليفيا لا يحبون الكنيسة الكاثوليكية ولا الإسبان، ولكنهم يدرجون تحت عباءة الكاثوليك اسميا فقط، ومعظمهم يخلط معتقداتهم القديمة بالطقوس الكاثوليكية المفروضة عليهم. وقد تنامى لديهم مؤخرا الحنين القومي لتراث حضارة الإنكا التي قضى عليها الإسبان وفرضوا عليهم التنصير الإجباري بحد السيف بنفس طريقة محاكم التفتيش التي كانوا يطبقونها ضد مسلمي الأندلس. واستطاع نضال السكان الأصليين لبيرو وبوليفيا أن يثمر باعتراف الدولة بلغة الكيتشوا ولغة الأيمارا كلغتين رسميتين في هذين البلدين. ورغم أن الموقف التقليدي لكثير من شعوب تلك البلاد متعاطف فطريا مع الحق الإسلامي والعربي في فلسطين ومعاد للصهيونية، لكن لم يكلف أحد من العرب نفسه كي يترجم معاني القرآن إلى لغات هذه الشعوب أو يكتب كتابا إسلاميا واحدا بهذه اللغات. عدد اللغات الحية التي ترجم إليها القرآن الكريم حتى الآن لا تزيد عن 36 لغة، فيما الكتاب المقدس المحرف مترجم إلى أكثر من 1000 لغة. ورغم أن الكلفة المادية لتحويل بيرو وبوليفيا إلى بلدين إسلاميين لا تزيد عما تصرفه شركة روتانا الفنية على سبيل المثال في 3 شهور فقط، فلو صرفت هذه الأموال في جهد دعوي صادق ومخلص في البيرو وبوليفيا أو غواتيمالا والمكسيك فلن يطول الأمر سنة واحدة وتكون أعلام الخلافة الإسلامية ترفع في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية. هل انتهت قصة اكتشاف أمريكا عند هذا الحد؟ لا، القصة الحقيقية لم تبدأ بعد، وللحديث بقية. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بمشاركة الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم.